اساسا مش مصدق ان انا كاتب زمن نهايه البدايه، زمن انسحاب الروح من ثوره التصحيح. عايز تخش الوان قهوه؟ والله الالوان دي كانت جديده. انا بشتغل خير. أهلا بكم على ضفاف النيل. على ضفاف النيل يسكن مهان ولا أبالغ وإلا كل مئات الألوف من المبدعين في هذه اللحظة التاريخية. على ضفاف النيل مع الليلة واحد من أهم شعراء جيل السبعينات، واحد فيما يوصف بينه ذاكرة للشعر العربي الفصيح تسير بيننا وتحيا بيننا، واحد ممن يطلق عليهم شعراء اليقين العربي بحسه القومي وبإيمانه بقضايا العروبة تراثا وأصالة ومعاصرة. الشاعر أحمد عنتر مصطفى هو واحد من أهم شعراء الحلقة الثالثة من قصة التفعيلة. تمام ولا الموجة الثالثة من قصة التفعيلة بعد الموجة الأولى كانت متمثلة في صلاة عبد الصبور وبدر شادي السياب ونظر الملائكة وأحمد عبد المعطي حجازي، والموجة الثانية كانت أبو سنة وأمل طنطل ومجموعة كبيرة من أهم الشعراء. على مدى هذه السنوات منذ بدأ بالنشر في جريدة في مجلات الأدب البيروتية وموقف الأدب السورية والعديد من المجلات العربية، أيقن من خلال هذا النشر أن من يكتبون الشعر قد يكون في مصر وينشرونه في لبنان أو في الشام ويقرؤونه في العراق، ولا العكس؟ لا، العراق تكتب، الشام تطبع، مصر تقرأ، كان في هذه المعادلة. بس دي إدانة الشعراء المصريين. وكان بالنسبة للرواية، الروائيين المصريين واللقاط المصريين يكتبون والشام يطبع والعراق يقرأ. مش عارف، انا متحيز شويه لاني اهم شعراء العروبه يعني اعتقد ان هم من مصر، ليهم مصر ليها باع كبير اذا ما قورنت بالتراث او باللحظه الانيه في يعني انت لما تيجي تذكر من اول احمد شوقي وحافظ ابراهيم وابراهيم الناجي وكل الشعراء دول وتقارن زيهم بالعالم العربي، ولا دي نظره ضيقه شويه؟ لا حد الناس صائبة وما كان الحديث بس بدأ مستعد لازم أولا أشكر لسيادتك لمصر المحروسة ومصر ضيفة النبيلة لشخص متواضع ويسعدني يعني أتخاور معك ومع الإخوة المشاهدين. فيما يتعلق بالشعر بالذات، الشعر بلا وطن كان غير معروف، مصر كانت سبق وصدق وقصم النيابة في فترات، والشام في فترات، والعراق في فترات، كما كان الشعر العربي منذ بداياته كان في شبه الجزيرة العربية الشعب الكريم، ثم ظهرت الأصل عباسية بغداد وفي العصر الأموي الاشتراك في دمشق، كذلك في العصر الحديث. ربما دور مصر بعد ما قدمه جيل جيل الاحياء اللي هو شوقي وحافظ، حتى الاطران جيل الاطران جيل الشام علينا، وحتى شعراء المغرب يعني الماضي بدا في مصر سنه 1909 طلع ديوانه تذكار الماضي. هذه الموجات اللي كانت تتراقق على مصر كانت مصر مناخا جاذبا لكل الافكار والصحف والمقوله تكلا ومصدر الى الاخ العزيز مصدر لزوج الدم، وكثير من الاقلام هاجرت الى مصر، كانت مصر عرش جاذب في هذه الفتره. في هذه الفتره كانت مصر قامه ادبيه لا تصدق، عندنا تقسيم العقار والاجيال اللي بعدها من زكي مبارك او
والأجيال اللي بعدها جيل مدرسة الأبولو ثم مدرسة الكلاسيكيين الجنود والأحاديث وجي علي محمود طه وجي 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 علي محمود حسن إسماعيل لحد 1977 وهكذا. الستينات كانت فترة التوهم القومي في مصر فظلت مصر كلها مع نهاية السبعينات أو في منتصف ظهرت كانتونات ثقافية كل مجموعة ليها مجال بوخايم الأدب هنا في دبي كده بس الأدب ستينات ظهرت المجالات الثقافية دي لتجتذب القراء والإبداع. في هذا المناخ ظهرت الشام حركة كبيرة قوي تعبت بالعيد والشعر الحديث وفي العلاقة ظهرت أنت شكل السيارة وشكل الملايين في مصر كان صلاح التطور وحياته لكن بعد كده أصبح زخم الشام تتقاسمه بعنفوان شديد الشام والعراق والله دور مصر ضئيل لم يبقى للقراء كما تقول حياته وجيل الأوسط اللي هو أبو سنة وبعض الآخرين اللي توقفوا لا تذكر الأحجام اللي هو أبو سنة جيل بعدين بتاع السبعينات كان بيأكد نفسه في الوقت اللي كان فيه في العراق مثلا خصم الشيخ عبد الوسط السوري ومالك عبد الله العلاب وحميد إسماعيل وسامي مهدي اعتبر أسماء العراق قد كده. كذلك في الشام سواء كانت القصيدة الحديثة أو قصيدة الناس اللي بدأت تجمع أو جعل أو عباس مجنون المجموعة دي كلها ظهرت حركة وكانوا أكثر استجابة لما طلع على القصيدة العالمية من حداثة وبالتالي كان يوم السبت وبان دور مصر كما لو كان الشعب والعراق إخلاقوا حداثة فتعود إلى مصر فمصر تسلفنها أي تجعلها سلفية سلفية؟ آه تسلفنها تسلف من حداثة في الثمانينات والتسعينات وأصبح الثقة للشعب هناك أكثر. يمكن دلوقتي خارج الشعر في مصر منتشره بشكل كبير خصوصا في العاميه ده مصر رياضه فيها في حين ان الشعر فقط في الدول العربيه اللي هو ما يعادل العاميه المصريه اقل بكثير من انجاز المصريه في العاميه على مستوى الشكل ولا على المستويين على مستويين قصيده العاميه اصبحت قصيده فيها شكل وسيستم ونظام وليها نسق ادبي وما بقتش مترفية وانا طرقت صورة فيها أصيلة بعد ما كان شعر آلي وعالج الحدث ويسيومه بسرعة لا أصبح شعراء العامية الجدد ينتبهون جيدا إلى معمار القصيدة ويخلو من الشعر العربي الفصيح خصائصه الجميلة التي كفلت له الحياة على مدى الأيام فاستطاع أن ترفو القصيدة العامية بزخم شعري يعيش ده عيب الشعراء والشعراء الفصحى اللي خلوا الشعراء ولا ميزه شعراء ولا جوده شعراء العاميه ولا عيب القصيده والشكل ولا لا اولا تخلف الشعر الفصيح ايوه تخلفه لاسباب منها انه في المرحله التقاريه بعد ان استلفظت قصيده التفعيله ذاتها تماما واصبحت كلاسيكيه جديده خلاص كذلك شعراء ليسوا برسوخ القدم للأجيال السابقة من الناشئين يعني. ثالثا الأحداث وسرعة تلاحقها وعدم قدرة الشعراء الجدد على أنهم يصبرون لتكاليف القصيدة الفصيحة. يعني كثير من الشعراء العاميين هاوروا كتابة الفصحى ولم يجدوا أنفسهم لسماع قصيد. إنه أعداء القصيدة أو القصيدة فصحى تلزم كاتبها بمجموعة من الأعراض والتقاليد حتى لو كان شعر حديث لكن برضه في تقاليد وعرف منها النحو وعروض و... وتراث لا سيبك من العروض سيبك من العروض في الضواحي تبقى قصيدة حتى ناس لازم برضه يبقى فيها نحو ولازم فيها موسيقية من نوع خاص في بعض الناس على طول تراجعت حتى النقاد بدأوا كتابا للشعر زي جابر عطسون روائيين زي ابراهيم عبد الجيل بدأوا كتابة الشعر لا ما دي قضية تانية ان الكل بيبدأ شاعر لكن بالظبط لكن بيلاقي أعداء الشعر بيلاقي نفسه أسهل في حتة تانية فالاستسهال عنصر في تحول الشعراء من الفصحى إلى
انا متفهم تحيزك ومتفهم. لا ليس متفهم انك تقول لي انه يلاقي نفسه اسهل في حاجه ثانيه. لا ليس هي في النهايه فن. يعني انا دلوقتي لو هو كتب واحد زي ابراهيم عبد المجيد او غيره كتب بدا الشعر الفصحى وبعدين كتب الروايه هو ده الان كروايه بالظبط. لكن عايز اقول ان العقاد نفسه أيوة. هو رجل متمكن عندما كتب شعره وعنده المقاييس النقديه والرؤيه التي كتبها في كتابه الديوان مرورا على شعره عندما اراد ان يطبق افكاره في الحسين البشري. ايوه لان هو في النهايه الموهبه الشعريه بقى يعني احنا بنتكلم في الموهبه الشعريه. لا دي قضيه الموهبه الشعريه والاستعداد يعني قد يكون عقليا. انا ما بتكلمش في الموهبه انا دلوقتي بتكلم فيما يتعلق بثقافه الشعر يعني وثقافه الروايه. هو العقاد مش مثقف شعريا عشان يبقى شعر كويس. لا مثقف شعريا ولكن في نقطه في خلل هنا في التركيب ان عنصر العقل عند العقاد يقص فقادر على التحليل وعلى التبرير وعلى المنطق وعلى واحد واحد يساوي اثنين زي ما عملي ده لا ينفع في الشعر لانه هذا الوعي المستلقى يتضارب مع اللاوعي المطلوب في كتابه القصيده على الاقل كتابتها الاولى لان بعد كده وهو بيعيد كتابتها بتحتاج وعي. وعي الناقد مش كده؟ ايوه لا وعي الناقد لا وعي يعني وعي الناقد لما يعيد متصور او متصور وعي المتمرس نسميه كده لكن ناقد مفيش طبيعته. لا في الاول انا بتكلم في مرحله التنقيه يعني بعد مرحله الكتابه أيوة. بيخش على وعي الناقد وعي المتصور. الموضوع دي موجوده حتى في كتابه الروايه والله يا صلاح تمام المراجعه دي مطلوبه ومشيوا يعني في كل الفنون مفيش فن كده. طيب استاذ احمد حضرتك قلت الظروف اللي كانت خلت تراجع شعر الفصحى في مصر عن وتقدم شعر العاميه حضرتك ذكرت الظروف لا في نقط طيب يعني ماشي في ده مثلا تخلف في الدراسه العربيه تمام والدرس اللي نحن شعرنا كاجيال واعيه بالشعر العربي لما كان مدرس اللغه العربيه مهتم جدا وحافظ الشعر ويتمثل به في الحصه ويتبسط قوي لما موضوع الكتش الواحد كاتب طالب بيكتب له موضوع الكتش يستشهد بكتاب يشوي او محافظ عن الامه العربيه عن اهميه القلم في الكتابه احسن من المال وموضوعات الانشاء اللي كان موضع ومفعله بين المال والثقافه بين النظافه وكذا بين الايمان كان موضوعات الجامعية محددة كانت بتصطدع القناعة والذهن وبالتالي كانت بتربي عند الطلبة حس التذوق حس القراية حس المحفوظات في المدرسة كانت بتخليني التفت إلى هذه الموسيقى الخفية في هذا الكلام اللي هو كلام عادي زي النون وفجأة أجد فيه مسخ موسيقى جاي منين؟ حس المحفوظات تمام. انا بقول لك الكتاب وحفظ القران وكل ده عوامل مهمه تاخر هذه الابواب طول المدرسه والبيت وطول الاعلام. دلوقتي انت تقرا اتحدى اعلان في التلفزيون بينزل مكتوب ما فيهوش غلط. انا لسه قاري دلوقتي وانا جاي في فيلم بيتعرض اسمه ازمه الصفيحه مكتوب فوق ازمه الصفيحه تبقى مفتوحه واخد بالك واحد بيكتب بتاتا تجنون بتاتا في الكلام العلم نوره صح بنتابع على الفنون اللي مصر ايوه كنا بنتابع ايام 48 وانا بفتح الكلام كانت اثنين كده الاقي العلم نوره وبتمين واحد جاي هذا الكلام بقى حقيقه لما كان وقت